ومن تم وبتاريخ 5/11/2018 وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة للناخبين بدوائر طامية وجلتة والعريش لانتخاب من يمثلهم بمجلس النواب لشغل المقاعد التي خلت بوفاة كل من النائب أحمد عبد التواب محمد عبد الجليل وشهرته أحمد عبد التواب عن المقعد الفردي بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم، النائب رفعت محمد أودة يوسف داغر وشهرته رفعت داغر عن المقعد الفردي بالدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتة بمحافظة الغربية، النائب حسام توفيق محمد رفاعي وشهرته الدكتور حسام الرفاعي عن المقعد الفردي بالدائرة الأولى قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء. وأعلنت الهيئة الجدول الزمني وصارت إجراءات العملية الانتخابية حتى بدأت الانتخابات في الخارج يومي 14 و15 من الشهر الجاري. عدد الأصوات الصحيحة 75211 صوتا بنسبة 96.21%. عدد الأصوات الباطلة 2955 بنسبة 3.79%. الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول العريش محافظة شمال سيناء، عدد الناخبين المقيدين 115383 ناخبة، عدد الناخبين الحاضرين 18525 ناخبة بنسبة 16.5%. عدد الأصوات الصحيحة 18022 صوتا بنسبة 97.28%. عدد الأصوات الباطلة 503 صوتا بنسبة 2.72%. وبناء على ما سبق وإعمال الحكم المادة رقم 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وإذا لم يحصل أي من المترشحين في الدوائر الثلاث على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، فقد صدر قرار الهيئة بإجراء جولة الإعادة للانتخابات التكميلية في الدوائر الثلاث بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات على النحو التالي: الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة زفت محافظة الغربية